السلام عليكم. في ناس بتدور على موقع يكون بديل عن اليوتيوب، يعني هو ممكن يكون مقفول في الشركة، ممكن يكون عايز موقع بديل بحيث لو حصل حاجة لا قدر الله تبقى فيه نسخة احتياطية من الفيديوهات بتاعتك. ده لقيته ظريف، متقسم بشكل حلو، وتقدر تعمل بلاي ليست كويسة للفيديوهات بتاعتك، والرفع سهل، تقدر تقول له ابلود وترفع اي فيديو عندك. هحاول ان شاء الله ارفع بعض الفيديوهات كده كل شوية بحيث تكون في باك اب موقع اخر. فده موقع بديل لليوتيوب، ومستو ان هو خفيف متقسم بشكل حلو. ممكن تقول مثلا عايز حاجات تكنولوجي، فيجيب لك كل حاجات التكنولوجي، الحاجات اللايف ستايل، الحاجات التعليمية، فيبدأ يجيب لك فيديوهات تعليمية وهكذا. هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو اللي حابب ان هو يتعرف على الموقع.